السلام عليكم بركات الشيء ملكم أنعم الله عليكم وأطال عمركم جميعا ومتعكم بالحياة الطيبة والسلام. في الوقت الذي تهاجم كورونا العالم بأكمله ويغلق البشر على أنفسهم في منازلهم، لقد حان الوقت للتوجه إلى الله لنطلب الرحمة والشفاء الكامل للعالم كله. أصلي من أجل بني آدم أينما كانوا، وأسأل القدوس تبارك وتعالى أن ينعم علينا بتمام الشفاء، شفاء الروح والجسد، وأن يلهمنا بالسلام الداخلي الذي أوجده فينا وكذلك في العالم أجمع. أحبائي سلام لكم. في هذه الأيام تصاعدت المخاوف عالميا بسبب فيروس كورونا اللي حصدت آلاف الأرواح من مختلف الجنسيات. دعونا نرفع صلاتنا جميعا إلى الله الآب الخالق والضابط الكل، إله المحبة والرحمة. واضعين جميع مرضى العالم بين يديه يمنحهم الصحة والعافية. نصلي من أجل كل الأطباء والممرضين والذين هم في خدمة المرضى، يحفظنا الله جميعا من كل شر وينعم علينا بالفرح والسلام، ويجعل هذه الأزمة عابرة تصبح جسر عبور إلى الله تعالى وإلى كل إنسان في هذه الدنيا. كل عام وأنتم بألف. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الظروف التي تمر بالعالم بأسره من هذا الفيروس، يجب علينا دعاة الإسلام ودعاة اليهودية والمسيحية وجميع الأديان أن نظهر جمال المعتقدات الدينية في لم الشمل والتعايش السلمي من أجل بناء الإنسان الذي هو الأصل الأصيل في كل المعتقدات الدينية. وصدت يدي للي ألوز به إلاك يا سندي مولاي. هذه الظروف وهذه الأوقات التي يمر بها العالم تتواكب مع الأعياد الدينية سواء في الإسلام أو في اليهودية أو في المسيحية، نقول لها أتباع هؤلاء الأديان إن أهم رسالة من رسائل الأديان السماوية هي الحفاظ على أصل الإنسان من أجل التعايش، من أجل بناء الإنسان. إن الإسلام الذي نؤمن به ومعتقداته السامية دعت إلى الحفاظ على الإنسان دون النظر إلى معتقداته وهويته أو عرقياته. ذلك هي الدعوة الإسلامية، هي التي دعت إلى الوحدة وإلى التعايش وإلى نصرة الضعفاء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.